السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نوريكم كيفاش خيطت داك الجيب، لان ما توضحش مزيان في الخياطه، وغادي نشوفوا كيفاش نخيطوا لهكم من الفوق جوج خياطات، وكذلك غادي نزيد لكم حتى هذا الجيب اللي تيكون هكا مستطيل، يعني تقدري ديريه مستطيل مربع، المهم كيفاش الطريقه كيفاش ينجح معك. بالنسبه للمرحله الاولى خيطت البلاصه فين غادي ديري الجيب، غادي تقطيها بهاد الشكل هكذا، وغادي تراصيها بهاد الطريقه، يعني راك هادي تنظن فهمتي الخياطه اللي ما فهمتيش، اذا هكذا صافي. من بعد غادي تقطي هنا فين غادي تجينا الخياطه، اذا هنا غادي تراصي هذاك السنتيم بهاد الشكل هكا كله، اذا تراصيه كله بهاد الطريقه. من بعد غادي تحيدي القطعه ديالك هكذا، وغادي تمشي كذلك داك السنتيم، وغادي تراصيه بهذا الشكل، اذا غادي تدوري معها كلها، انا غادي ندور معها كلها، اذا بهذه الطريقه. اذا هذه هي اللي تجيني عليها الخياطه، اذا من نحط هكذا يعني خاصها تخيط لي بهذا الشكل هكذا، باش يرجع لي هاد الخياطه اللي مفينيه مزيان هي اللي تكون الفوق. اذا غادي ندير لها بهذه الطريقه هكذا، وغادي ناخذ من البدايه ديالي، يعني هذاك السنتيم اللي درت هنايا هو اللي غادي نبقى نتبع عليه بهذا الشكل هكا، انت تتبعي على داك السنتيم اللي خدمتي، يعني داك السنتيم هو هذا اللي انتقلنا لهذا الشيء. اذا انا شنو تندير، تنبقى نطلل على داك السنتيم اللي عندي هنا، يعني تنجيب هذا الخط مع هذا الخط وانا ماشيه معاه. اذا غادي نبداو الخياطه ان شاء الله. اذا علاش درنا هذا الخط هذا، يعني باش تجي الانطلاقه ديالو من هنا والنهايه ديالو من هنا. اذا غادي نبدا، انا بدلت اللون باش يبان لك. اذا ها هي ندير النقطه مع النقطه هكذا، وغادي نبدا ان شاء الله ندير شويه ديال النقطه. دابا شوفي من هنا راكي ساهله، هي ها هو الشرطه الفوقانيه مع الشرطه التحتانيه، ماشي مشكله. دابا كل ما زدتي وانتي تتأدبتي هذه النقطه مع هذه النقطه بهذا الشكل، عاوتاني هنا وانتي تتمشي عاوتاني هكذا، اذا تتخليها محدها مستقيمه، تتخليها ماشيه مستقيمه. ملي تتولي تدور لك واحد شويه حتى انتي تدوري الثوب، يعني هنا دابا حتى الان راها مستقيمه معايا، ها هي هاهي دابا بعيد عليا. اذا شنو غندير، تندور الثوب باش نجيب الشرطه مع الشرطه هكذا، الشرطه مع الشرطه. هاد المرحله اللي خصك ديريها بشويه، لان تيكون فيها الدوره بزاف، يعني الشرطه مع الشرطه سنتيم سنتيم هكذا، لا الشرطه سنتيم مع سنتيم يطوعك. علاش؟ لان الجيب مقطع اون بين هكذا، انتي تتمشي مع الشرطه التحتانيه، يعني انا تنتبع الشرطه التحتانيه فين ما تراصيتها هي فاش تنخدم. اذا نبداو لك واحد النقطه صومين يسالو لك واحد النقطه، درنا معاها صافي، والجيب ديالنا غادي يكون مزيان من هنا. اذا هنا خديت داك الدوران اللي درت هنا. اذا فين جاتنا الخياطه، جاتنا على داك السنتيم اللي تراسينا من الداخل ديالها، يعني هذا درناه غير باش نطبعوا البياسه باش نشوفوا الجيب فين جاي، يعني فاش كلينا سنتيم من هنا جاتنا بهذه الطريقه صافي. اذا الجيب ديالنا تيكون بهذا الشكل، اذا الخياطه هنا تتكون انفيزيبل، وهنا تتكون هذه الخياطه اللي دايره بهذا الشكل. دابا في حاله، دابا ملي درنا الدرس تعاود لنا، اذا في حاله بغيتي ديري واحد الفينيسيون اللي يكون هنايا مزيان، يعني انت دابا باغيه ما باغياش تكون هذا الشيء ما تتبانش، اذا تدوزي لها واحد الخياطه من هنا، تتكوني دايره لها بعدا هنا واحد جوج خياطات. اذا هنا تتاخدي بنفس
ديال الصفر، انما هذا الشيء اللي تنقول لكم بالنسبه لهذا الفينيسيون خصك تكون عندك الماكينه مزيان، يعني تكون تدير لك واحد الفينيسيون اللي يكون مزيان. انما الا كنت تدير لك غرزه ماشي قد غرزه ما تزعميش على هكا لي موديل. الاولى و تيبقاو يمشيو لهنا و تيديروا كذلك شويه الرقمه و تيخيطوا القياطه الثانيه بالقياس ديال الصباط بهذا الشكل، ولكن هما ماشي بالقياس الصباط، هما راهم تيستعملوا الماكينه ديال الركوب بروز، يعني تكون عندها جوج جباري ولا حتى دوك ديال الماكينه ديال تسمى ديال الدار ديال السيكساك اللي كانوا السيكساك راه فيهم حتى هما جوج جباري. إذن تلقاوهم بهذا الشكل هذا، إذن هذا هو الجيب ديالنا. تنتمنى تكون استفدتي شي حاجة. إذن مع الطريق، إذن الجيب ديالنا تيجي بهذا الشكل هكذا. دابا في حاله بغيتي تخدمي اي حاجه تكون هكا مستطيله، مستطيل، مربع، المهم عنده هنا زاويه قائمه. بالنسبه لهذا لي موديل اللي تيكون انفيزيبل، ما تنتقلوا من المرحله الاولى للمرحله الثانيه دائما خصها تكون اون بي، يعني هذاك الانتقال ديالنا خصو يكون اون بي، يعني الا جبتيها هكا بوانتي ما يمكنلكش غادي تبقى توقفي ليبره تما ودوزي، لانها ما يمكنش، استحاله. اذا الحل اللي تديري ملي تبغي ديري مستطيلات شنو خصك ديري؟ هنا خصها تكون عندك بدوران، يعني هاد سنتيم فين غادي تخيط لي بهذا الشكل هكذا، خصها تكون عندي هنا بدوران بهذه الطريقه، يعني واخا تكون اي دوران صغير راه نافع، يعني ما يكونش غير هكذا صافي. اذا نفس العمليه غادي نتراسي كذلك بلا ما نضيع الفيديو، غادي نتراسي وغادي نقطع. اذا كيفاش غادي نتراسي هذه؟ اذا بحال الموديل عادي تنقبطو هذه كذلك، ها هي سنتيم ديالها بهذا الشكل هكذا، ونتراسيو الاولانيه ونخليو لها سنتيم ديال الخياطه هنا، نفس العمليه بهذا الشكل. اذا ها هو السنتيم ديالك هنا. اذا غادي تخيطيها بهذه الطريقه كذلك، هذه البلاصه اللي مخيطه لداخل هي اللي تكون هنا. اذا غادي نتراسيها كذلك من هنا وغادي نخيطو، كذلك تبقى داك التراسه بشكل ما فيهاش حتى شي مشكل. اذا هنا خصك تراعي هاد الدوران هنا وغادي تديها بهذا الشكل هكا، وتمشي معايا بشويه لان الدوران ديالها مقنت بهذه الطريقه هكا، وانتي تمشي معايا بشويه ديري جوج غريزات ودوري، عاوتاني جوج غريزات ودوري، وانتي تحطي الخط التحتاني مع الخط الفوقاني. هنا هو تسرح ليا كل الموديل حتى للتالي ديالك من هذا الشكل، وغادي نخيطو بهذا الطريق. اذا هنا كذلك ها هما تقادو لك تما، اذا هنا غادي تصدقي في هذا الدوران اللي جاي بهذا الشكل بهذه الطريقه صافي. وهنا تقدري تفيني داكشي اللي عندك هنايا بهذا الشكل هكذا، اذا تقدري ديري واحد هكذا وعاد تردي هذا الكم هذا الدوران ديالك بهذا الشكل.
اذا هذا هو الشكل النهائي ديالو. تنتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامه.